أعزائي، منواصل دراستنا من رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس من مدينة أفسس القديمة. خليني في البداية أقول إنه امتياز كبير إلي إنه أمشي على نفس الطريق القديم، طريق الأركاديان أو طريق المينا. المينا كان في آخر هذا الطريق، وبولس الرسول على الأرجح مشي في هذا المكان دخولاً إلى مدينة أفسس القديمة. بتشوفوا خلفي المسرح الروماني، مسرح كبير جداً يتسع لحوالي 25,000 نسمة. طبعاً كانت الناس تأتي من كل أنحاء الأرض لأنها كانت مدينة سياحية، مدينة تجارية، مدينة كانت تعتبر بوابة آسيا وخزنة آسيا. كانوا يبيعوا فيها، تشتهر ببيع الكتب السحرية والعرافة، وأيضا معبد أرطميس اللي كانوا بيصنعوا لها تماثيل من الفضة ويبيعوها في كل مكان. إلى هذه البلدة جاء الرسول بولس والله استخدمه بنهضة عظيمة. بعد 10 سنين هو في السجن كتب إلى هذه الكنيسة الغالية على قلبه اللي بتربطه علاقة دافئة وعلاقة محبة لكي يشجع هذه الكنيسة. أحبائي ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل القصير. في البداية دعني أوجه هذا السؤال: ما هي الكفاءة اللي تعطي السلطة للرسول بولس يتكلم كرسول ويكتب إلى هذه الكنيسة؟ شيء ثاني، خلال هذه الدراسة رح نتعلم عن بولس كما كتب في الآية الأولى: بولس رسول يسوع المسيح ويكتب إلى القديسين في أفسس والمؤمنين بالرب يسوع المسيح، نعمة وسلام لكم. هذه الآيات الأولى مهمة جدا، تعتبر بداية الكتابة بالوحي من الروح القدس. فالرسول بولس يعرف عن نفسه أنه رسول، ثم أيضا في خلال أو من خلال الرسالة يعرف عن نفسه أنه أسير، وفي نفس الوقت سفير، لكن سفير في سلاسل. ولربما هذه الكلمات تبدو متناقضة لأول وهلة: رسول أي عنده الشرعية والرسولية اللي أخذ هذه الدعوة مباشرة من الرب يسوع المسيح، لكن كلمة أسير تعتبر كلمة سلبية، كلمة سجين. بولس رسول يسوع المسيح، ومن الذي يعطيه الحق والشرعية؟ الرسول طبعا ينبغي أن يكون من تلاميذ المسيح أو عاش وشاف يسوع المسيح، الرسول اللي اختبر وشاف قيامة يسوع المسيح، الرسول اللي اختبر حضور إلهي بشكل خاص وبعلاقة مميزة تعامل فيها مع هذا الشخص لكي يكلفه ويرسله بهذه الدعوة الإلهية. جميعها اتحققت في بولس الرسول. فالرسول بولس التقى مع المسيح الرب المقام على الطريق إلى دمشق، يعني شافه. الرسول بولس لما بيتكلم عن اختباره كان موجود في السماء الثالثة، أي في محضر الله. والرسول بولس أيضا لما أخذ الوحي والإعلان كان موجود في العربية، يعني أخذ هذا الإنجيل، الأخبار السارة، مباشرة من يسوع المسيح. فكل هذه الأمور وعد عن عدة مرات الرب يرسل ملاك أو بيظهر معاه في إعلان أو في ظرف معين، لكن إله الشرعية أن يكون رسول. وطبعا عندما دافع عن رسوليته قال أنه تعب أكثر من جميعهم، وبحسب كورنثس الأولى 15 يقول: أخيرا ظهر كأنه للسقط،
لما بيتكلم عن نفسه. فهذه تعطي الكفاءة للرسول بولس الرسول أن يكون رسول وأن يتكلم بالسلطة الرسولية أيضا. لكن خلال الرسالة بيتكلم: فأطلب إليكم أنا الأسير في الرب، أو بآخر الإصحاح بيتكلم أن يطلبوا صلاة من أجله لأنه هو سفير في سلاسل. كتب هذه الرسالة من سجن روما، وكتبها بعد 10 سنين من زيارته إلى هذا المكان، يعني بالتحديد سنة 62 ميلادي. كلمة طبعا أسير لربما في أيامنا بتظهر كلمة سلبية، فالسجين عادة هو اللي ارتكب خطأ معين أو جريمة معينة ضد حق إنسان أو شخص أو شعب. لكن في أيام الرسول بولس في أي مكان كان بيروح إليه كان بيصفي بالسجن. في مرة كان بيخدم في فيليبي، سجن في فيليبي، وأيضا تقليديا يقال أنه في سجن التلة الأمامي مش بعيدة عني كانت قلعة للجيش الروماني، ويقال أنه أيضا بولس انسجن أو كان موجود في هذا السجن أيضا. وبولس كان مسجون في قصاري على البحر الأبيض المتوسط لمدة 2 سنين، ورفع دعوة لقيصر وكان موجود في السجن. هذا السجن الأول اللي كتب فيه هذه الرسائل. فإذا بيتكلم عن نفسه كأسير، يعني كأنه بناجي، كأنه بيطلب، كأنه بيقول أنا بسبب محبتي وصلت إلى هذا الوضع لأني دفعت ثمن من أجل الكنيسة، فأنا بطلب مش لأنه كمان عندي السلطة الرسولية، لكن أطلب كأسير، كأسير لأنه دفعت هذا الثمن بسبب الخدمة. وبيختتم هذه الكلمات: صلاة من أجله أنه سفير لكن في سلاسل. عادة السفير هو الذي يذهب إلى موطن آخر ليمثل بلده ويمثل شعبه. عادة السفير بيكون في بلد آخر، يعني التعبير عن الدولة هو الوجه والمرأة أمام هذا الشعب لدولته أو لشعبه. فالرسول بولس كان سفير وكان مبشر وكان خادم وكان معلم وكان صانع المعجزات، فهو كسفير استطاع أن يعكس رسالة السماء، رسالة السماويات لشعب أفسس في هذه المنطقة، ليس فقط كرسول ولكن أيضا كسفير وكأسير أيضا. ابقوا معي، سأواصل حديثي بعد قليل. Paul has some interesting statements about Ephesus in his own writings. He said, I fought with wild beasts in Ephesus. And then quite a few scholars have talked about an Ephesian imprisonment of the Apostle Paul. And then he fought with beasts, and some guides will show you the amphitheater there where he fought with wild beasts. And they'll even show you Paul's prison in a mountain area when you go back to the coast on the pilgrim bus. But folks, there's no evidence that he was ever in prison there. And Paul himself says, I fought with wild beasts in Ephesus of the human kind. So isn't that rather the end of the argument? I don't think he was in gladiatorial combat there at all. And I don't believe there was an Ephesian imprisonment. We know he was in prison in Caesarea for sure, 2 years worth. And we know he was in prison in Rome, and the famous prison epistles are written, I do believe, from the northeast of Rome. There's the Praetorian Guard, and they had prisons nearby. Paul, of course, had custodia libera, free custody. He could live in his own rented house, you recall, with a guard. And so I believe it was certainly in Rome that the famous prison letters were written. هذا الرسول والعملاق والسفير، سفير المسيح، يكتب إلى كنيسة أفسس محببة على قلبي، يسميه إلى القديسين في أفسس وإلى المؤمنين في يسوع المسيح.
هم يتكلم عن جماعة المؤمنين الذين ولدوا ولادة ثانية من الروح القدس، اللي اختبروا عمل النعمة الإلهية اللي الرب فداهم بدم يسوع المسيح، اللي اختبروا نعمة الخلاص وأصبحوا مفديين مخلصين. وكلمة قديس لا تطلق على الأموات أو اللي صنعوا معجزات فقط، لأنه يمكن الناس اللي كتب لهم يمكن لم يصنعوا المعجزات، مع أنه هذا الاصطلاح موجود 9 مرات في رسالته إلى أهل أفسس. لكن القديسين مقاما في يسوع المسيح تعني الذين أفرزوا، الذين تخصصوا، الذين انفصلوا عن العالم وأصبحوا من شعب الله، الذين اتحدوا في المسيح وصاروا واحد مع المسيح وفي المسيح أيضا، الذين التصقوا بالمسيح وأصبحوا جسد يسوع المسيح. هؤلاء القديسين أو قديس تعني منفصل أو منعزل أو مفرز، هذا بميزه عن العالم اللي كان عايش فيه. فالرب دعانا من الظلمة إلى نوره العجيب، والرب أقامنا من الموت إلى الحياة، والرب دعانا حتى نكون شعب الله، شعب مخصص، شعب مميز، يسمينا القديسين، القديسين طبعا المحبوبين والمؤمنين في الرب يسوع المسيح. بقدم لهم التحية، هذه التحية المسيحية هي تحية النعمة وتحية السلام. السلام كانت تحية يهودية، النعمة أصبحت تردد في هذه المقاطعات في خدمات بولس، هي تحية النعمة. فالنعمة هي عطية الله التي لا نستحقها أو لم نعمل لأجلها، لكن الله أنعم علينا بالمحبوب يسوع المسيح. والشيء الجميل لما بيكتب لكنيسة أفسس إلى القديسين، نحن لا نعرف نوعيات المؤمنين، هل كانوا أقوياء جدا أو ضعفاء، لكن واضح من الرسالة كانوا بيتمتعوا بكنز، بثروة روحية، في كنوز أنهل عليهم الله من نعمته، في نهر الله المتدفق من بنك السماء. فواضح أنه كان عندهم هذه الامتيازات. لكن بغض النظر نضوج الإنسان كم هو قوي بالإيمان أو ضعيف بالإيمان، الشيء المشترك بين هؤلاء المؤمنين بالرب يسوع المسيح أن الرسول بولس دعاهم قديسين. وهذه واحدة من الأسماء اللي بيتميز واللي بيتمتع بها المؤمن المسيحي. فنحن فعلا كنا أموات بالذنوب والخطايا، لكن المسيح أحيانا وأقامنا معه. كنا عايشين بالموت والضياع والهلاك، كنا أبناء المعصية، أبناء الغضب، لكن الله تحنن علينا برحمته وجعلنا أولاد لإله، وحررنا واشترانا ودفع ثمن بدمه لأجلك ولأجله، حتى تكون لنا هذه العلاقة وهذا الامتياز مع الله حتى نصبح قديسين. اصطلاح لا نستحقه، لكن أنعم علينا من خلال شخص الرب يسوع المسيح. بصلي من كل قلبي اليوم أنك تقيم حياتك، هل فعلا أنت قديس؟ هل فعلا أنت مولود من الله؟ هل فعلا لك حياة أبدية؟ هل فعلا أنك تحررت من الخطية واسمك مكتوب في سفر الحياة؟ إن كنت تحتاج إلى مساعدة روحية، من فضلك تواصل معنا. من مدينة أفسس القديمة أقول الرب يباركك وتختبر هذه النعمة. When Paul gets to Rome, he has VIP treatment. And I think I know why. And that is because Julius, who is the Roman guard in charge of transporting Paul from Caesarea to Rome, had been with Paul during the famous shipwreck voyage. And it was Paul who had saved the morale of that ship when even the captain and crew were giving up on the vessel. He remoralized them and gave them some morale. And indeed, he was of tremendous service also during the winter in Malta, healing the father of the governor there, a guy named Publius, you recall.
So this is why Paul could ask his guard for a week so that he could go Christianize the Bay of Naples area. And this is otherwise, Julius would have said, are you kidding, fella? You know, we're going to Rome. No, no, he respects Paul. And I'm sure Julius put in a good word for Paul with the commandant because he gets custodia libera when he gets to Rome. Free custody, he can live outside the prison, really, at a house that he would support, but also a Roman guard was there on a chain with Paul. So he was in prison in that respect as well. أعزائي المشاهدين منواصل دراستنا عن مدرسة أفسس من أفسس القديمة. في هذه الحلقة رح نتكلم عن البركات الروحية، وهذه البركات ممنوحة لكل مؤمن في المسيح يسوع. أنا بدعوك أنك تشاهد هذه الحلقة. أنا موجود في أفسس القديمة، أو بالأحرى بمشي في قلب المدينة القديمة اللي تعتبر قلب المدينة. على الجانبين كانت الدكاكين والمحلات البيع والشراء، تستطيع أن ترى الفسيفساء القديم، وكانت طبعا مغشاة بصور جميلة وسقف يحيطها. وهذه البلدة كانت بلدة طبعا غنية جدا من عدة أشياء، لكن الرسول بولس في هذه الحلقة بيتكلم عن مقارنة عظمى، أن هذه البركات اللي إحنا بنحصل عليها شيء أعظم بما لا يقاس حتى الأبد، هو البركات الروحية. أنا بدعوك أنك تشاهد هذه الحلقة وتستمتع معي في هذه الدراسة. Paul's efforts in Ephesus were rewarded with success. There's no question about it. I mean, any time the Ephesians could get together and burn 50,000 drachmas worth of their magical writings and their nasty texts of whatever variety, it shows it was successful. And indeed, this prompted the riot of the silversmiths, as you well know. And he left to the Apostle John the business of watering what he had planted, because the first bishop of the church in Ephesus was John, the beloved apostle. And he was true to his commission at Calvary in taking Mother Mary with him to Ephesus, where they lived the rest of their lives. أعزائي من مدينة أفسس القديمة، من واصل دراستنا عن مدرسة أفسس. يقول الكتاب المقدس: مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح يسوع. البركات الروحية. خلي بالك أنه الرسول بولس بيتكلم لكنيسة ابتداها في هذه المنطقة، خدم لمدة 3 سنوات، وحاليا بيكتب لهذه الكنيسة من السجن، من سجن روما. وطبعا بيتكلم عن البركات الروحية مقارنة للبركات العهد القديم، وأيضا البركات اللي في هذه المنطقة. خلف مكتبة سيلسس، تعتبر ثالث أكبر مكتبة في العالم بعد الإسكندرية أو برغاموس، فكانت مركز ثقافي في كنوز المعرفة والحكمة. لكن الكتاب يقول عن يسوع المسيح المذخر فيه جميع كنوز المعرفة والحكمة. أيضا الناس كانت تيجي تدرس فلسفة وثقافة في هذا المكان، لكن المعرفة يسوع كانت طبعا تفوق أي معرفة أخرى. أيضا بالمقارنة مع العهد القديم، الله وعد الشعب في بركات كثيرة، لكن البركات هي كانت طبعا كجزء من الطاعة. إن سمعتم لصوتي وأطعتم وصاياي، لازم يكون في طاعة للرب، وعندها الله بكافئ، بيعطي بركات الطاعة أو مكافآت الطاعة. لكن هون بيتكلم على البركات السماوية، البركات الروحية، تتكلم عن غنى، تتكلم عن ثروة المؤمن في المسيح.
كانت أفسس تعتبر خزنة آسيا، بنك آسيا، ومثل ما شايفين في هذا الطريق شايفين الدكاكين في كل مكان، القديمة اللي كان فيها المشتريات والمبيعات أكثر، وكانوا يأتون لعدة أسباب دينية، تجارية، ثقافية، يعني لأي سبب حتى إيش ينهلوا من البركة اللي موجودة في هذا البلد. لكن الكتاب يتكلم عن بركات أعظم، يتكلم عن ثروة المؤمن في المسيح يسوع. هذه البركات أولا أحبائي الله هو مصدرها، مكتوب ولدنا ثانية لعائلة الله، يعني بكلمات أخرى الله ولدنا حتى نكون أغنياء. في هذه الرسالة بيتكلم عن غنى نعمته، بيتكلم عن غنى مجده، بيتكلم أيضا عن غنى رحمته، بيتكلم عن غنى المسيح الذي لا يستقصى. فنحن أغنياء في المسيح، فالله هو المصدر، هو الذي أنعم علينا بواسطة المسيح يسوع، وهذا كله بالنعمة، والروح القدس هو القناة لنقل كل هذه البركات الروحية. فأنت وأنا أغنياء بالمسيح، فالرب باركنا بكل بركة روحية في السمويات. ثانيا بيتكلم عن المساحة لهذه البركات، هذه البركات غير محدودة في وقت أو في زمن، لكنها بكل بركة روحية، كما يقول الكتاب ويملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد في المسيح يسوع ربنا. الله هو الذي يملأ كل احتياج، غنى المسيح، بركة المسيح، نعمة المسيح. فمساحة هذه البركات ودائرتها واسعة جدا، تشمل كل الناس، كل الشعوب على مر الأزمان. فبنك الله لا ينتهي، ونعمة ونهر الله الذي يتدفق لا يضمحل. لربما هذه البلد اليوم احنا بنطلع على أثرات من الحجارة، لكن في القديم كان تعدادها أكثر من 300,000 نسمة، وكانت بلد غنية جدا، لكن اندثرت وانتهت كل بنوكها وخزائنها أيضا. لكن بنك الله هو ما زال حتى يومنا هذا، لأنه هو المصدر، ولأن هذه المساحة تشملك وبتشملني أيضا، لأن الروح القدس هو القناة لتوصيل هذه البركات. ابقوا معي، سأواصل حديثي بعد قليل. أعزائي، نواصل دراستنا من مدينة أفسس القديمة عن البركات الروحية. خليني أقول شيء ثالث محيط هذه البركات، البركات الروحية مكتوب عنها في السماويات، فهذه يشمل كل شيء. فالله هو الإله الغير محدود، هو مالئ السماوات والأرض. فالحياة المسيحية محورها السماء، يعني صحيح أن الإنسان بيتمشى على الأرض حتى يكون بركة للناس، لكن محور هذه الحياة هي السماويات، لأن جنسيتنا هي جنسية سماوية، أصبحت المواطنة مواطنة سماوية. فالحياة المسيحية محورها مركزها السماء من خلال شخص الرب يسوع بعمل الروح القدس. شيء تاني، عندما الرب دعانا وخلصنا وفدانا صرنا أبناء لله بالإيمان، فهذا يعني أن أسماءنا كتبت في سفر السماء. يعني الشخص الذي يؤمن بالمسيح اسمه، اسمك يكتب في سفر السماء، في السجل السماوي، وهذا شيء جميل جدا. هذا إن دل على شيء بدل على التأكيد وعلى ضمان هذا الخلاص، ووعد الله أنه لا يترك الإنسان ولا يقدر أحد أن يخطفنا
من يد الرب، كما قال يسوع: الحق الحق أقول لكم، إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة، بل قد انتقل من الموت إلى الحياة. قال: افرحوا بالحري، لأن أسماءكم كتبت في السماء أو في سفر الحياة. ثم كمسيحي سلوكنا نحن مكتوب أن نطلب ما هو فوق، حيث المسيح جالس طبعا في السماء. فطلباتنا وتطلعاتنا وآمالنا وطموحاتنا وهدفنا كلها أمور روحية، أمور سماوية أيضا. ويقول الكتاب: أقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات. يعني هذا مركز كتير كتير مهم. مكتوب عن يسوع: جلس في يمين العظمة، لكن المسيح أجلسنا معه في السماويات. هذا يعني أن المسيحي المرئي هو مواطن سماوي، والناس عم بتشوف شخصية بتختلف، تعكس صفات المسيح، مجد المسيح، طبيعة المسيح، شهادة المسيح، كلام المسيح، بكلمات يعني مبسطة: أن تصبح مسيح على الأرض. المسيح طبعا أو الله الغير منظور بيكون مرئي من خلال صورتك، من خلال شهادتك، من خلال حياتك. فبولس بيتكلم: مبارك الله الذي باركنا. يعني في بركة الله والطبيعة بتاعته والمصدر بتاعه والنهر، نهر الله هو نهر البركات. فنهر البركات لا ينقطع، وهذه البركات سواء في العهد القديم أو في العهد الجديد كانت صلاة: يباركك الرب ويحرسك، يعطيك أو يمنحك سلاما، ليتك تباركني. لكن البركات السماوية هي بركات تشمل الخلاص، تشمل التجديد، تشمل التبني، تشمل الفداء، تشمل التقديس، تشمل التمجيد، وتشمل الحياة الأبدية التي تبتدئ من لحظة قبولك المسيح على الأرض. لأننا ولدنا لنكون في عائلة الله، ولدنا لنكون أغنياء، فالسماء نصيبنا وكل المصادر هي نصيب المؤمن إن آمنت بيسوع المسيح. أنا بصلي إنك تنهل من بنك الله ومن بركات الله حتى يعطيك البركة في كل نواحي حياتك. بصلي إن ربي يباركك ويبارك بيتك، يبارك زوجتك، زوجك، أولادك، يبارك ممتلكاتك، يبارك كل شيء في حياتك. بحب أسمع منك على فكرة، إذا بتحب تتواصل تواصل معنا ورح نكون معك. الرب يباركك.